طيب خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ومعانا من طوكيو ودلوقتي المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية. يا باشمهندس صباح الخير ومبروك علينا حقيقي في البداية. أول مبروك لمصر طبعا كلها إنجاز رائع وعندنا هنا بقى مساء خير. حاجة محترمة ومشرفة وبنتكلم يا باشمهندس في 6 ميداليات ومش بس فكرة هنا يعني رحلة فوز، لا ده في كفاح في سعي في كواليس احنا ما كناش عارفينها. خلينا نسمع من حضرتك ولحظات كمان التتويج والفوز، يعني انقل لنا يا باشمهندس الصورة، عايزين نعرف الصورة اللي احنا ما شفناهاش يمكن كمان على الشاشات. اتفضل باشمهندس شريف. الحقيقة ان هنا كل اللاعبين واللاعبات بذلوا اقصى جهد ممكن. انا بحيي كل ال 133 لاعب ولاعيبه المصريين في اولمبياد طوكيو، محدش اثر على الاطلاق، كله بذل الجهد والعرق واقصى حاجه عنده. التوفيق وعدم التوفيق ده بتاع ربنا، مستحيل ان بيحصل هذا القوام كلها توفق بشكل كبير او كلها حتى تخطط. فاحنا توقعاتنا كانت مظبوطه الحمد لله، احنا قلنا للناس انتظروا، قلنا امتى بالظبط مواعيد الناس اللي عندنا القادره على المنافسه، بعضهم حقق نتيجه كويسه بعضهم اخطا، انما مستنوا للاخر لان قوه الضرب عندنا كلها في الاخر. اخر حاجه كان عندنا اليد والكاراتيه والخماسي، 3 فرص في اليوم قبل الاخير للمنافسات اللي هو كان امبارح. الحمد لله ان ربنا كرمنا باثنين، كنا نتمنى الثلاثه كمان كلهم يجوا، انما الحمد لله نتيجه اكثر من رائعه. كسرنا الرقم القياسي المصري في اولمبياد الكبار اللي كان 5 تحقق 3 مرات قبل كده زي ما انت قلتوا، خلاص المره دي 6 ميداليات كامله لمصر، حاجه اكثر من رائعه. جميل، اولا انا بصبح على حضرتك برضو، تحياتي لحضرتك ولكل القائمين على البعثه المصريه. وعايز اسالك يعني انا مش عارف حضرتك كان عندك مساحه وقت كافيه في وسط اللي انت فيه هناك في طوكيو ان انت تتابع وسائل التواصل الاجتماعي وتعليقات البعض من الناس اللي كان بينتقد ان حجم الانجازات لا يتماشى مع عدد المشاركين في البعثه المصريه وعدد المشاركات في الرياضات المختلفه في هذه النسخه من الدورات الاولمبيه، فحضرتك تعليقك ايه وانت بقى حضرتك جوه المطبخ وشايف بنفسك حجم التفاني اللي موجود عند كل الناس، تقول لهم ايه اللي كتبوا النوع ده من التعليقات يا فندم؟ اتفضل. لا انا اقول لهم يعني طبعا ربنا معاكم خلاص الحقيقه، انما اللي بيكتب النوع ده يعني نقد هدام ملوش اي اسس علميه على الاطلاق، كلام غير منطقي. احنا عملنا مؤتمر صحفي قبل ما نيجي الاسبوع اعلنا فيه كل حاجه، فاحنا عارفين من الاول ان احنا مسافرين ب 133 لاعب ولاعيبه في 23 لعبه، عندنا فرص في 5 6 العاب فقط لا غير، عندنا فرص ب 19 لاعبين فقط لا غير، ده وضع طبيعي في اي بقى، ما فيش اي حاجه غريبه، يعني امريكا نفسها اللي جايبه حوالي 100 ميداليه جايبهم حوالي 80 بني ادم او حاجه و80 بني ادم، من قوام بعثه 500 ولا 600 بني ادم. وضع طبيعي جدا، ما فيش اي حاجه غريبه الحقيقه. لا احنا الحمد لله واثقين من نفسنا، عارفين احنا بنعمل ايه، مصر ماشيه في الطريق الصحيح وهنفضل مكملين، مش هنبص لاي نقد، انما بنقول للشعب لازم تقف ورا اللعيبه، لازم تدعموا اللعيبه، اي حد بيوصل الاولمبياد هو بطل. طبعا طبعا هو وصل بناء على برضه بطولات سابقه وميداليات وغيره. يعني خليني اروح مع حضرتك لاخر نقطه يا باشمهندس شريف، وهي فكره بقى هنا، معلش انا هبص لقدام، احنا دايما كده ايه بنحب نبص بقى للي جاي، اولمبياد بنتكلم فرنسا 2024، هل ممكن نقول ان احنا ان شاء الله في هذه الاولمبياد وهذه يعني النسخه نقدر ان احنا نكون اداء وتجهيزا وفوزا كمان افضل؟ يعني هل احنا نتعشى ان شاء الله ان 2024 في فرنسا ان احنا ممكن كمان نتحسن والميداليات تبقى ذهبيه اكثر، يعني خلينا نقول بهذا الشكل؟ طبعا طبعا ده شيء منطقي، احنا اولمبياد ريو جايبين 3 ميداليات، اولمبياد طوكيو جايبين 6 ضعف 6، طبيعي جدا كمان ان احنا نجيب اكثر في اولمبياد باريس لو اشتغلنا صح ولو صرفنا صح ولو قعدنا عدينا لاعبتنا صح. احنا لاعبتنا كلها سنهم صغير جدا، لازم الناس تعرف الكلام ده، فمتوسطات الاعمار عندنا هايله بتبشر بالخير لباريس 24 وكمان لوس انجلوس 28. فالحقيقه احنا ماشيين في الطريق الصحيح، الاتحادات بس تجتهد، الماليات تتوفر عشان نعرف نعمل البرامج بشكل كبير،
ان شاء الله الخير جاي لمصر ان شاء الله. انا عندي نقطه معلش دلوقتي جات لي معلش لازم اتكلم مع حضرتك فيها برضو، فكره هنا التنسيق بين الدراسه وبين التدريب وغيره، لان دي نقطه مهمه مش احنا اللي بنتكلم عنها ولكن ابطالنا هم اللي تحدثوا عنها اكتر من مره. هل هناك سيكون تنسيق بشكل افضل ربما بين وزاره التربيه والتعليم او التعليم العالي ويعني الشباب والرياضه والاتحادات المختلفه في فكره هنا ان انا ادي فرص افضل وتسامح يمكن افضل في فكره الامتحانات والتاجيلات لابطالنا، لان دي بتبقى عائق الى حد كبير يا فندم؟ طبعا كلامك مظبوط، بس اللي انا لازم اقوله ان هو مصر حصل فيها تحسن كبير قوي 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 الحقيقه في الحته دي. يعني السنه دي احسن من السنه اللي فاتت وهكذا وهكذا. لا الدنيا ماشيه كويس في هذا الاتجاه. بنتقدم، عايزين افضل من كده، عايزين صناعة البطل عايزة قاعدة في الجامعات كتيرة. يعني محتاجين نبقى زي أمريكا، عندنا قطاع بطولة زي الـ NCAA، يعني يبقى هي هو ده اللي بيفرض الأبطال بجد. صحيح. خلاص احنا عندنا بنفقد أبطال كتير جدا في المرحلة بتاعت الثانوية العامة للجامعة ومرحلة الجامعة كمان. أنا بتفق مع حضرتك، وعلى كل حال ألف ألف مبروك ومجهود رائع وربنا يوفقكم وتعودوا منتصرين كمان وكمان. يعني باشمهندس شريف شكرا ليك جدا حقيقي، تحياتنا لكل الأبطال المصريين حقيقي. على ذكر النقطة اللي كنت بتتكلمي فيها، آخر سؤال توجهتي بيه للأستاذ شريف، فكرة إن اللاعب يقدر يكون متفوق دراسيا ومتفوق رياضيا على حسب ما أنا قريت، والله أعلم العهدة على الموقع اللي قريت فيه الكلمتين اللي هقولهم لك دول، سمعت ان في ريال اللي هي صاحبه الميداليه الذهبيه اللي شرفتنا في اولمبياد طوكيو هي كمان الاولى على دفعتها في كليه صيدله، يعني عرفت تحقق المعادله اللي انت شخصيا دايما بتتكلمي عنها. معادله صعبه بس برافو عليها فعلا. فكره ان انت تتفوقي دراسيا من غير ما ده يعطلك عن الانجازات الرياضيه او العكس، فده بتحقق، بس اكيد مش كل الناس تقدر تعمل ده باريحيه يعني على كل